كما أكد خطيب يوم عرفة الشيخ ماهر المهيقلي أيضا ضرورة المحافظة على الضروريات الخمس التي أوجبت الشريعة على العناية بها، وأشار إلى أن هذه الضروريات هي حفظ للدين والنفس والعقل والمال والعرض، وقد اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة. كما طلب الخطيب أن يكون يوم عرفة من الحجاج الدعاء فيه للأشقاء الفلسطينيين. وقد أكد الشارع الحكيم وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بل اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة تكون سبباً للعقوبة. ومن هنا كان الحفاظ على هذه الضروريات من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن، ومن أسباب الاستقرار والسعادة والرقي والحضارة في الدنيا، وبفقدها تختل الحياة ويكون الإخلال بها سبباً لعقوبة الآخرة. ولذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.